كل القيادة، كل اللجنة المركزية والمكتب السياسي لم يظهر بينهم قائد ميداني يرسم استراتيجيات ويخوض معارك ويخوض أعمال. ما سر المذياع الروسي الكبير الذي وضع في مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الناصرية؟ منظومة البعث والدولة والأمن والأجهزة كانت ترصد كل شيء، عندها إحصائيات. متى رفعت قيادة الحزب الشيوعي العراقي شعار دبر حالك يا رفيق وأبلغته لكوادر الحزب؟ المؤشرات كلها واضحة والمعلومات كثيرة جدا كانت تصل من البعث، ما عرفوا يتعاملونهم بسبب أنا أسميه اليميني الانتهازي المتخلف. من أين كان يحصل الأنصار الشيوعيون على الأسلحة وما علاقة ياسر عرفات بذلك؟ بدأ يجي سلاح من لبنان من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. كيف توقع سكرتير الحزب الشيوعي العراقي عزيز محمد سقوط نظام البعث عام 1981؟ وهم عندهم يعني تصور بسيط جدا ساذج انه بس يطلعون الى المعارضة 6 أشهر يسقط النظام. قصة الحزب الشيوعي العراقي من الجبهة الوطنية الى الكفاح المسلح في كردستان يرويها الشيوعي السابق احمد الناصري في الجزء الأول من شهادته الخاصة الأحد 10 مساء بتوقيت بغداد على قناة الفلوجة.